بكم سعيدة. بكل فخر صنع في مصر. صنع في مصر أو made in Egypt، كل ما بنقراها على أي منتج تحس كده إن عينيك بتلمع وابتسامتك بتوسع ورأسك تترفع كام سنتي لفوق كده بكل فخر. صنع في مصر حلم وأمل وواجب وطني، والحقيقة إنه حلم وأمل وواجب وطني اتحقق منه كتير ولسه بيتحقق ولازم هيتحقق منه كتير، بس هو لازم يكون حلم وأمل وواجب وطني مش بس عند الدولة لكن كمان عندنا إحنا. ليه؟ لأنه من أيام قدماء المصريين، والمصري وقت ما كان شعوب العالم خارج نطاق الخدمة كان بيستخرج المعادن زي النحاس والذهب والفضة ويصهرها ويعمل منها الحلي والمجوهرات، كان بيعمل المسوجات الكتان، كان بيعمل الخزف والفخار، كان بيعمل معدات حربية وسفن وآلات زراعية. ومر علينا وقت وجي فترة كان فيها عصر قوي جدا في الصناعة وقت محمد علي في القرن 19 اللي كان عايز يعمل مصر قلعة صناعية كبيرة، وقدر فعلا انه ينجح في ده، وبقى مصر فيها ترسانة بحرية ومصانع حربية ومضارب رز وصناعات كيماويات وسكر ومنسوجات وحاجات كتير. لما بنك مصر اتعمل وكان طبعا برؤوس أموال وطنية كان عنده هدف وحلم كبير يخص انه يجعل من مصر ركيزة أساسية للصناعة وانه يطور في الصناعة المصرية، وعمل شعار مهم جدا وهو المصري للمصري لحماية الصناعة المصرية. ولما قامت ثورة 52 عبد الناصر كان مهتم جدا جدا بالصناعة، وكانت أكتر فترة البلد فيها مصانع، مصانع حديد وصلب، مصانع غزل ونسيج وغيره وغيره وغيره. صحيح مر علينا حاجات كبوات اتكبلنا واتكعبلنا، لكن بنقوم ونقف وطول الوقت عارفين ان الصناعة دي هي الركيزة الأساسية للبنيان الاقتصادي. الصناعة والسياحة دايما بشوف ان هما ممكن يغيروا وجه الحياة في مصر ويضعوها في المكانة اللي تستحقها. الدولة مهتمة جدا بده وبتعمل استراتيجيات كتيرة تخص الصناعة ومبادرات كتيرة تخص الصناعة لتوطين صناعات، لمساعدة المصانع المتعثرة، لتدريب العمالة، إدراكا منها أنه أنت لما بتصنع وتوفر عندك منتج محلي أنت بيبقى عندك توظيف وأيدي عاملة بتشتغل، أنت بيبقى عندك انتعاش اقتصادي، أنت بتقلل الفجوة الاستيرادية، يعني بتستورد أقل من قبل كده، فبالتالي بيتوفر عندك العملة الصعبة اللي أنت بتجيب بيها المنتجات اللي بتستوردها، بتصدر فبيبقى عندك عملة صعبة، ده بيأثر على سعر الصرف، بيأثر على الاحتياطي النقدي اللي بيكون عندك، وبالتالي بيأثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد. بس ده مش هيحصل بس بالجهود اللي بتقوم بيها الدولة والاستراتيجيات اللي بتعملها، مش هيحصل غير بينا إحنا كمان بحاجتين. الحاجة الأولى إن أنت كعامل، كمصنع، كصاحب مصنع، لازم يكون اهتمامك الأول والأساسي إنك تعمل منتج على أعلى درجات الجودة القادر على المنافسة علشان فعلا يقدر ينافس. وإحنا كمان لازم يكون عندنا الثقة والقدرة على إننا فعلا نثق في إنه صنع في مصر منتج يستحق مننا ان احنا ندعمه. ازاي عايز غيرك بره يثق في منتجك وانت ما بتثقش فيه؟ بزعل قوي لما بلاقي ناس من اللي بتبيع اونلاين حاجات يعني على الانترنت ويطلع كده في لايف يقول لك المنتج ده من كذا، حاجه مختلفه تماما عن اللي موجود في مصر. طب ازاي ممكن ده يبقى امر طبيعي؟ بزعل قوي الناس اللي عندها عقدة الخواجة وبتبقى شايفة انه لا معلش اصل المنتجات دي تحديدا في مصر مش احسن حاجة، اصل انا لازم اجيب مش عارف ايه، وعقدة البراندات وكأن هي اللي بتدينا القيمة، مش احنا اللي بندي القيمة لكل الاشياء اللي بتبقى حوالينا. وحتى على ذكر البراندات حضراتكم، احنا كاعلام لازم نقول كتير كتير حضراتكم تعرفوه، حضراتكم تعرفوا ان مصر فيها خطوط انتاج لبراندات كبيرة مشهورة، علامات تجارية كبيرة مشهورة وموجودة في دول العالم، بتوزع في كندا، وبراندات ملابس مشهورة بتتوزع في كل دول العالم. حضراتكم تعرفوا انه في الزجاج اللي على كل الحافلات اللي بتمشي في لندن زجاج خارج من مصانع مصرية بتصدر لأكثر من 40 دولة، واننا عندنا كشاكيل وكراريس بتتباع في أشهر مكتبات فرنسا،
وحاجات كتيرة جدا. حضراتكم تعرفوا ان احنا بنصنع دلوقتي معدات حربية زي مثلا رجمة الصواريخ رعد 2000. لازم الحاجات دي حضراتكم تبقوا عارفينها وتبقوا عارفين قد ايه احنا بنتطور وبنمشي خطوة لقدام. ولازم يكون شعار صنع في مصر هم وواجب وطني، كأننا في حالة حرب، وإحنا فعلا في حالة حرب، حالة حرب على الحوجة والعوزة، وحالة حرب على اقتصاد عالمي صعب، محتاج مننا أننا نقدر نواجه ونقف وندعم اقتصاد بلدنا. خلوا شعار صنع في مصر والمصري للمصري أمر جوه قلوبكم، خلوه هدف وواجب وحلم لازم نوصل له. على ذكر ده، احنا النهارده هنتكلم عن واحده من اهم المبادرات اللي معموله تخص الصناعه المصريه، وهي مبادره ابدا اللي ابتدت تقريبا في عام 2022 ومستمره، بتقدم انجازات كبيره جدا في دعم المصانع المتعثره وتدريب العماله وتوطين الصناعه وامور كتيره جدا هنناقشها النهارده تخص هذه المبادره. خلوني ابدا مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية. هنبدأها بأخبار السيد الرئيس اللي أجرى اتصال هاتفي بنظيره الجنوب أفريقي لتهنئته بمناسبة فترة رئاسية جديدة. أجرى السيد عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وتوجه الرئيس خلال الاتصال بالتهنئة إلى الرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتولي فترة رئاسة جديدة، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة. وهو ما ثمنه الرئيس رامافوزا مؤكدا بدوره أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين والمضي قدما في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة. كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة، وكذا الموضوعات التي تمس القارة الإفريقية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعكس الأواصر الأخوية التاريخية التي تجمع شعوب القارة الإفريقية. استكمالا لأخبار السيد الرئيس، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية ونيافة الحبر الجليل أنبسر بومون أسقف عطبرة وأم درمان وشمال السودان. الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد سواء ثنائيا أو إقليميا أو دوليا لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، ومشددا على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كل الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها. المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية والسودانية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمينهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة. خلونا نخرج نشوف مع حضراتكم تقرير لرئاسة الجمهورية ونرجع نستكمل أخبارنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد وكبار مسؤولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب. أولا أهلا وسهلا، ولازم تعرفوا ان انتم والشعب السوداني بين اهلكم في مصر هنا. الشعب السوداني اللي بيعاني نتيجه الحرب اللي
الدائرة الآن وحالة عدم الاستقرار الكبيرة اللي أفرزت، يعني سواء كان هجرة داخلية أو لجوء داخلي لأكثر من 7-8 مليون إنسان، أو للهجرة خارج السودان لأكثر من 1.5 أو 2 مليون، ده نتيجة الأوضاع اللي موجودة دلوقتي. الأوضاع دي في يوم من الأيام هتنتهي إن شاء الله، بس كل ما تنتهي بسرعة كل ما يكون أثرها وتأثيرها على السودان ومستقبله أقل. كل يوم في صراع يساوي سنة هدم لقدرة الدولة. شوفوا، ممكن نقعد كتير كلنا كقوة سياسية نتكلم كتير قوي، والوطن بينزف، والوطن بينزف. لما تكون النهاردة 70% من البنية الأساسية، مستشفيات ومدارس وطرق ومحطات كهرباء ومية، تم تدميرها، طب ده الكلام ده هيتعمل امتى وازاي وبكام في الحرب ديت؟ الغالب والمغلوب خسره، لانه هو على حساب بلد، اللي بيتقاتل اشقاء. فاسمحوا لي يعني ان انا اقول لكم التجربه بتاعت هدم الدول وتخريبها تجربه مريره جدا، وده تضيع للامه دي او للشعب ده والمستقبله. الدنيا بتجري وبتتحرك بمنتهى السرعة. شوفوا التقدم اللي موجود في كل دول العالم غربا وشرقا، وشوفوا احنا بنعمل ايه. احنا ما عندناش وقت، ده احنا محتاجين وقت عشان نعوض اللي فات، مش نعوض اللي اتدمر واللي اتهد. فأرجو ان انا ما اكونش بكلامي ده، انا كلمتكم كأخ لكم من قلبي، وعسى ان هذا الكلام يصل الى مش عقولكم فقط، الى قلوبكم ايضا. انتم اشقاء لنا. شعب السودان تربطه اواصر عميقه جدا جدا بينا مصر. نحن لكم مخلصين في ان بلادكم اللي هي تعتبر امتداد لبلادنا انها تبقى في امان وسلام. مره ثانيه اهلا وسهلا، سعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم يعود السودان أفضل مما كان بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. أضاف المتحدث الرسمي أن المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمينهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة، بما يجسد عمق الأواصر التي تجمع شعبي البلدين ووحدة التاريخ والمصير بينهما. أول حاجة بنشكر لمصر حكومة وشعبا تحت قيادتكم الرشيدة لاستضافة هذا المؤتمر تحت شعار معا لوقف الحرب. المؤتمر أتاح الفرصة للتفاكر والتشاكر حول ثلاثة أجندة. هذه المحاور الثلاثة، أول واحد فيهم وكان يعني اختيار موفق أن نبدأ بدا، وزي ما تفضلت فخامتك، بوقف الحرب. نحن كسودانيين نتمنى أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غدا، لأن هذه الأزمة التي واجهها السودان اليوم هي أزمة وجود. إن لم نتداركها اليوم قد لا نجد السودان غدا نتشاكل فيه. المحور الثاني واللي هو كان عن معالجة الأزمة الإنسانية، إننا نبدأ بمعالجة ما يعانيه الشعب السوداني في الداخل وفي مناطق اللجوء. حل هذه المسألة بيفتح الطريق لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالسياسة إلى آخره. لذلك كان المحور الثالث والأخير في هذا المؤتمر هو معالجة العملية السياسية، لأنه نحن على قناعة راسخة لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. يجب أن ندخل في عملية سياسية في حوار متوافق عليه، ومهما كانت صعوباته ومهما كانت التحديات فيه هو الطريق الوحيد والأمثل لخلق سودان مستقر متصالح مع نفسه ومع جيرانه. مرة أخرى سعيدين بهذه الاستضافة، ونعتبرها بداية لأننا نمشي في أننا نحلحل هذه القضايا اللي أقعدت بهذا البلد. جاء الزمن في أننا نوقفها، نعتبرها آخر الحروب. مرة أخرى شكرا لك فخامة الرئيس، وأنا عارف أنت يعني مع كل المشغوليات يعني قدرت تدينا وقت
وتلتغي بهذا الجمع. شكرا جزيلا. نشكركم على رحابة صدركم وترحيبكم بنا واستقبالكم لنا في بلادكم مصر المنصورة، البلاد التي قيل عنها مبارك شعب مصر. نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة، جئناكم ونحن شعب كريم أزلتنا الحرب، جئناكم وجمعنا النيل. قال القائد جوزيف جرن: في السودان لا يوحدنا الدين ولا يوحدنا العرق، ولكن توحدنا السودانوية. نأمل أن نكون كلنا كسودانيين في مكان المسؤولية لنحس ونشعر بآلام شعبنا. شكرا لجميع مجهوداتكم وشاكرة لإعطاء الفرصة. فخامة الرئيس، أنا بحقيقة تأثرت كثير بكلماتك اللي قلتها. تحت قيادتكم الرشيدة جينا هنا، وهذه بادرة غير مسبوقة. التاريخ حيسجل لكم والشعب السوداني حيسجل لكم هذه المبادرة، لأن أول مرة هذه الجماعات التي ترونها تجتمع تحت سقف واحد بالرغم من الصعوبات. خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. أشكركم من القلب يعني، إن شاء الله ونستمر في هذا التعاون ونتطلع إلى دوركم إن شاء الله فيما يأتي من خطوات مقبلة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومعانا على الهاتف دكتورة إيمان الشعراوي الباحثة في الشأن الإفريقي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة مؤتمر ضم معظم القوى السودانية، مصر حرصت على أن تنسق تنسيق شديد الدقة يعني، وبتعد لهذا المؤتمر من فترة طويلة، والمؤتمر بيضم كيانات دولية مهمة يعني الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية. إلى أي مدى ممكن أن يمثل كل هذا الزخم عنصر ضغط على الأطراف المتصارعة في السودان كي تجلس وتتحاور؟ طيب خلينا في البداية نقول أن المؤتمر هو يعني بمثابة استمرار للجهود المصرية المبذولة في وقف الحرب في دولة السودان الشقيق ومساعدة السودان على تجاوز الأزمة، لأنه مصر تدرك بشكل كبير لأنه ما تمر به السودان ليست مجرد أزمة بقدر ما هي أزمة وجودية قد يترتب عنها تفكك الدولة وانهيارة كما حدث للأسف في بعض الدول الأفريقية. وبالرغم من أن التطلعات من الشعب السوداني لوقف الحرب، خاصة لما بيكون في تحرك إقليمي أو دولي أو تحرك مصري، لكن المؤتمر يجب التأكيد أنه أحدث حالة من الحراك السياسي، لأنه كما ذكر في التقرير لحضراتكم أنه لسه عارضينه أنه جمع الفرقاء لأول مرة. بنشوف أنه المؤتمر شهد اجتماع مختلف القوى السياسية والمدنية السودانية للمرة الأولى بهذا الشكل للتشاور حول الأزمة السودانية منذ بداية الحرب. والأهم من ده كله أنه أنهى بعض الشعارات التي كان يتبناها البعض من أن هذه الحرب هي حرب كرامة للسودانيين، بل أكثر من ذلك أنه نجح أن يقنع البعض بالمشاركة تحت والمطالبة بضرورة وقف الحرب في السودان، زي مثلا بعض القوى كالقوى المدنية كالكتلة الديمقراطية اللي كانت داعمة للحرب واستمرارها تحت أي تكلفة في سبيل القضاء على الدعم السريع. المؤتمر مهم لأن المؤتمر كمان أوضح المعاناة والدمار والنزوح الذي يعانيه السودانيين، زي ما كلنا بنشوف يعني ما يقرب من 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد، ما يقرب من 11 مليون نازح ولاجئ، ما يقرب من 15 ألف سوداني قتل في هذه الحرب، فخسائر فادحة وخسائر كبيرة. كل ده احنا بنلقي الضوء، مصر بتلقي الضوء على ما يعاني الشعب السوداني، وبتناشد المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية من الوفاء بالتزامها ووقف الحرب. اسمحي لي يا دكتور، يعني لأنه في أمرين في الحرب بتقوليه. أول أمر اللي يخص أنه يعني هذا الزخم الكبير والتواجد الحديث لأول مرة عن من بعض الكيانات عن فكرة وقف الحرب يسير
والأطراف تتصارع في السودان والمواقف تشتعل، فأي نوع من الضغط يمكن أن يمثله مخرجات هذا المؤتمر؟ أي نوع من الضغط ممكن أن يجعل هذا المسار العسكري يتحول إلى مسار سياسي، خاصة وزي ما سمعنا في هذا التقرير يعني أنه الجميع خاسر، لأن السودان هي التي تخسر هذا طبعا، وأنه لا يمكن أن تستمر الحرب ولن يوجد يعني لن يوجد سودان إذا استمرت هذه الحرب إلى ما لا نهاية بهذا الشكل. فما الذي يمكن أن يمثل عنصر ضغط حتى نتحرك تجاه المسار السياسي؟ خلينا نقول ان اول نقطة في عنصر الضغط هي نقطة ان احنا بدأ يكون في اقناع لبعض القوى اللي ما كانت مع الحرب وبتحارب على الارض، وبترى ان هذه الحرب هي حرب وجودية وحرب كرامة، فهذه القوى بدأت تنضم وتطالب وقف الحرب. فدي نقطة مهمة جدا. المؤتمر بلا شك هو مؤتمر مهم ولكنه خطوة اولى، يعني لن من الصعب ان احنا نقول ان المؤتمر سيترتب عليه وقف الحرب، لان الحرب على الارض حرب مشتعلة وتداعياتها كثيرة والمتدخلين فيها اكثر. الحرب هي ليست مقتصرة على طرفي الحرب، يعني كل زي ما كلنا شايفين ان في بعض الدول او بعض القوى الاقليمية بتدعم احد الاطراف. وعلشان كده الدولة المصرية اكدت اكتر من مرة، وزير الخارجية والرئيس اكد اكتر من مرة ان الحل لابد ان يكون سوداني سوداني، وان احنا نرفض اي تدخل في الشأن السوداني ونحافظ على سيادة السودان ويعني استقلالها. انا بشكر حضرتك جدا دكتورة ايمان الشعراوي الباحثة في الشأن الافريقي على وجود حضرتك معنا. خلونا نشوف نشاط رئيس الوزراء اليوم. التقى رئيس مجلس الوزراء بوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمد فوزي. أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع. كما التقى رئيس الوزراء أيضا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب لاستعراض رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة. وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. معانا على الهاتف استاذ عبد اللطيف وهبه الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني يبدو وكانها بدايه جديده، اجتماعات مستمره بشكل مستمر مع الوزراء الجدد، ويعني لافت للنظر ايضا الاجتماع مع وزير الوزاره المستحدثه وزاره الاستثمار. كل هذا النشاط الذي يقوم به رئيس الوزراء وكل هذه الحوارات مع الوزراء الجدد، يعني في الحقيقة رئيس مجلس الوزراء بيعقد عدد من الاجتماعات على مدار اليومين الماضيين مع الوزراء، وذلك للوقوف على خطة عمل هؤلاء الوزراء خلال الفترة القادمة. منهم مثلا على سبيل المثال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب. ليه؟ لأن مصر حتى في اعتبارها أو بتضع في اعتبارها وفي الفترة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية. الاستثمارات دايما هي يعني إيه المشغل للاقتصاديات في العالم، وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر مهم جدا في مصر، أولا لضمان تدفق العملات الأجنبية، ثانيا يعني المساهمة في عدد من المشروعات الصناعية وزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة. أيضا خلينا نلقي الضوء على الملفات المهمة اللي بيعمل عليها وزير الشؤون النيابية والقانونية مع مجلس أمناء الحوار الوطني. يعني عادة
يعني ما يقوم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء أو الحكومة حتى بصفة عامة، أنه بيستعرض الأجندة التشريعية في الفترة القادمة. إذا كان هناك تشريعات تحتاج إحالة إلى مجلس الشعب، إذا كان هناك تشريعات مطلوبة، لكن هذه المرة في زي ما حضرتك ذكرتي الحوار الوطني. الحوار الوطني هناك يعني تعليمات من القيادة السياسية بضرورة مشاركة كافة الوزراء والوزارات المعنية في جلسات الحوار الوطني إذا ما تم استدعاؤه. هناك ملفات عديدة في هذا المجال تخص الواقع أو القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. هناك أيضا موضوعات يجب اتخاذ قرار فيها قبل نهاية 24، منها مثلا يعني التحول من الدعم العيني إلى النقدي، نظام الثانوية العامة، وكافة القضايا التي يطرحها الحوار الوطني. أيضا الخطة اللي بتتبعها وزارة الإسكان لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح بالمشروعات العمرانية. زي ما حضرتك عارفة وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية يعني قامت ببناء عدد كبير من الوحدات السكنية. هذه الوحدات هتلاقيها متدرجة ومختلفة بتلبي كافة يعني كافة الاحتياجات في مصر وكافة الفئات في نفس الوقت، وبالتالي هي بتعمل خلال هذه الفترة على إجراء حصر للوحدات الجاهزة للطرح. المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا سواء في العاصمة الإدارية أو في مدينة العالمين، وكذلك المشروعات السكنية أيضا بالشريط الساحلي بأسوان الجديدة وبعض المناطق الأخرى زي سور مجرى العيون مثلا على سبيل المثال. هناك عمليات تسويق لهذه الوحدات للطرح على أعلى مستوى، و يعني رئيس الوزارة استعرض تقرير وزير الإسكان فيما يتعلق بالبرنامج الزمني المحدد لشركات التسويق لتنفيذ هذه المشروعات. وأيضا أكد وزير الإسكان أن الاجتماع بيأتي في ضوء لقاء رئيس في خلال لقائه برئيس الوزراء في إعداد حصر بالمخزون العقاري من الوحدات السكنية وأيضا الأراضي الجاهزة للطرح في المدن الجديدة. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. طيب إحنا يعني المصريين في الخارج كالعادة هم جزء أصيل من هذا الوطن، ودايما بنقول إن هم مشغولين ومهمومين بالوطن أكتر من انشغالهم بالأرض اللي قاعدين فيها، وبالتالي مصر أيضا مشغولة بيهم ومشغولة بآرائهم ومشغولة بدرجة التواصل اللي تكون مستمرة دايما بينهم وبين أرض الوطن. وحضرتكم طبعا عارفين أنه أصبح لهم حقوق نيابية في الانتخاب وفي أيضا أن يمثلوا في المجالس النيابية. فالمصريين في الخارج جزء أصيل من الوطن، الوطن حريص دايما على التواصل معه. فخلونا نشوف المصريين بالخارج والحكومة الجديدة وانطباعاتهم وآرائهم ونناقشهم في ده. هيكون معانا عبر زوم دكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية بهولندا والأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا في مساء الخير على قناة ميسات. الشرف لي، أشكركم. دكتور، أكيد حضرتك تابعت التشكيل الوزاري الجديد وشفت ما يعني ما طرأ من جديد سواء بوزارات مستحدثة أو وزارات تم دمجها. تعليق حضرتك بداية على التشكيل الوزاري الجديد.
والله طبعا انا تابعت التشكيل الوزاري الجديد، ويمكن انا على المستوى الشخصي سعيد سعادة شخصية، لان انا طالما كنت بنادي بدمج او اعادة وزارة الهجرة كقطاع هجرة الى وزارة العمل، وده كان ليه اسباب وكنت دايما بنادي بيها، ان في تضارب في المهام ما بين وزارة الهجرة والعشر مكاتب عمالية بتوع وزارة العمل اللي هم موجودين بالفعل في السعودية والخليج، ودول بيخدموا وبيرعوا مصالح المصريين في المنطقة اللي هناك دي، ودي منطقة بتتراوح عددها ما بين تقريبا 5 مليون مصري مهاجر. وكان بيتعارض برضو عمل وزارة الهجرة مع القسم القنصلي لوزارة الخارجية، لأن الرعاية الفعلية للمصريين في الخارج كان بتتم طبعا عن طريق عن طريق القنصليات، السفارات والقنصليات طبعا، القنصليات بالظبط القنصليات كده. تحديدا. فأصبحت وزارة الهجرة بلا مهمة فعلية فعلا يعني على طبيعة الأرض، وده مش غلط لأن السياسة دايما كده والإدارة كده، أنت بتجرب فكرة وبعدين بعد فترة بتديها فرصة يعني للنجاح. دكتور الحقيقة انه الوزارة كان يعني كان ليها اسباب لوجودها، ولا يخفى على احد انه كانت وزاره الهجره بتبقى موجوده وبعدين تندمج مع القوى العامله وبعدين ترجع، وبعدين قعدت فتره طويله الى ان ارتأت الدوله في فتره شديده الحرج انه لازم يكون في تواصل مع المصريين في الخارج، خاصه لما الجاليات طلبت من الرئيس انه يكون في وزاره للهجره، وقدمت مبادرات كثيره يعني وخدمات كثيره. لكن الحقيقه انه جزء من نجاح وزاره الهجره راجع لانه من يتولاها هم اصلا من الخارجيه وعندهم ما هو هذه ده اللي انا عايز الخلفية. اقوله لحضرتك، ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان في تضارب في المهام ما بين وزارة الهجرة والخارجية. طالما احنا بنقول ان اللي قام عليها بالخارجية، وانا سعيد جدا على المستوى الشخصي ان الغاء وزارة الهجرة والحقق قطاع بوزارة الخارجية، وده يعتبر مكان صحيح، وخلينا نتفق جميعا إن اللي بيقوموا بخدمة ورعاية مصالح المصريين في الخارج هم القسم طبعا القنصلي طبعا لوزارة الخارجية، طبعا فده شيء جيد جدا واختيار موفق. وأنا يعني على مستوى الشخصي بطالب كل المصريين في الخارج إن إحنا نقف ورا الدولة في القرار دوت، إن في بعض الأصوات يعني هم قليلين، أنت عارفة الشعب المصري يعني شعب عاطفي، فكانت الوزيرة وده فعلا حقيقي الوزيرة سهى كانت جندي. وزيرة الهجرة شخصية جميلة جدا وشخصية يعني محبوبة، وكان يعني بتتواصل مع الناس والناس كانوا حابينها جدا، فكشعب عاطفي عندنا يعني يقول لك ليه مشيت وليه كانت كويسة، بس احنا بنقول احنا دايما عايزين نتعلم المصلحة العليا للبلد. ال 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 السياسة العليا للبلد والمرحلة ديت تتطلب ان احنا نضم وزارة الهجرة الى وزارة الخارجية، لا وهو وده كمان فيها إفادة حتى للمصريين في الخارج، مسألة بالظبط منع يعني التكرارية وتعطيل المجهودات، لأن وزارة الخارجية بالظبط يا معنية فندم بإبرام اتفاقات ومعنية بأمور كثيرة تخص المهاجرين، فبالتالي بالظبط بدل ما بالظبط الأوراق تتوه ما بين القطاعات، خاصة إنه بالظبط يا هذا فندم الدمج بالظبط. نائب رئيس نائب الوزير هيكون مسؤول عن قطاع الهجرة، فبالتالي وده هيكون كأنه لا تغيير لتسريع يعني. الإجراءات، وده لتسريع الإجراءات كمان، يعني أنت بتروح لجهة واحدة دلوقتي مش هتروح للهجرة وتروح للخارجية، فأنت بتروح للخارجية أوريدي، وأنا أعتقد إن ده اختيار مناسب جدا. وكمان التغيير السياسي اللي حصل بتولي سيادة السفير وزير الخارجية بدر عبد العاطي، طبعا شخصية يعني معروفة يعني في الوسط كله عالميا، الراجل كان متحدث رسمي لوزارة الخارجية وكان سفير لينا في أكتر من بلد، وأخيرا كان في ألمانيا، ومعاه طبعا المساعد الوزير للهجرة السفير نبيل حبشي اللي هو هيختص بشؤون المصريين في الخارج. أنا بعتبر إن ده مكسب للمصريين في الخارج. اه بالتاكيد، اصل خلي بال حضرتك انه السفراء بيبقوا عارفين طبيعه البلد اللي هم سفراء فيها وطبيعه شعبها وخدموا في وطبيعه البلاد دي. ظروفها، فبالتالي طبيعه نعم. حياه المصريين فيها، نعم. فبالتالي اكثر قدره على تقديم الخدمات، بالاضافه طبعا الى انه اللي كانت بتقوم به وزاره الهجره بهذه الاعداد اللي تعتبر قليله اصبح دلوقتي يضاف اليها، هي بتخدم عدد كبير جدا، اصبح يضاف إليها الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى وزارة الخارجية، فبالتأكيد هتقدم يعني مستوى أفضل من الخدمات.
احنا سعداء جدا بال يعني بالتغيير الوزاري وبالقرار السياسي اللي طلع، وبدعو كل المصريين في الخارج ان هم يقفوا كلهم ورا هذا القرار، وان هم كلنا نقدر نعمل اللي علينا عشان خاطر بلدنا، ونقف كلنا صف واحد وندعم يعني وزارة الخارجية، وندعم كمان المسؤول عن شؤون المصريين في الخارج السفير نبيل حبشي بكل قوة وندعمه. هو مش غريب على المصريين في الخارج على فكرة، لأن هو يعني اشتغل في هولندا والدنمارك وتونس، ويعني ناس كتير جدا عارفينه وعارفين يعني دماثة الخلق للسفير نبيل حبشي، وهو ابن الخارجية أبا عن جد، لأن والده كان برضه سفير في الخارجية. فهو يعني رجل يعني احنا بنهني انفسنا يعني باختياره. بشكل عام الجاليات المصرية في أوروبا تشعر ب يعني الرضا عن هذا القرار. نعم نعم. طب نعم، البعض نعم. البعض طالب بتأسيس مجلس أعلى للمصريين بالخارج، وإنه الرئيس يكون الرئيس السيسي يكون هو رئيس هذا المجلس الأعلى، خاص لأهمية هذا الملف. بتشوف المطالبة دي إزاي؟ هو حضرتك بتقصديني انا؟ اه لان انا اللي طلبت ده، هو انا يعني انا ليا راي وبعض خاص، بس الاصوات انا انضمت الى حضرتك يعني. ماشي، ده شيء كويس. هو اصلا انا قلت في الاول ايه، يعني انا كنت من الاول رايي الشخصي، الكلام ده من بعد الثوره مباشره، طبعا لكن في راي كان في رايين، ان احنا كان في ناس بتطالب بوزاره هجره، وانا قلت يا جماعه احنا مش محتاجين وزاره هجره، احنا ادرى الناس بمشاكلنا وادرى الناس بالحلول وادرى الناس ازاي نفعل الحلول دي. فنعمل ايه؟ احنا مش عايزين نشتغل ضد الدوله، لا بالعكس احنا عايزين نشتغل مع الدوله. بس يعني حتى حاليا دلوقتي في وزاره الخارجيه، انت النهارده مش هتقدري توصلي لكل الناس على الارض، ولكن لما يكون في مجلس استشاري، وده انا بقصد بيه عشان ننهي الخلافات اللي موجوده ما بين ده قانوني ده مش قانوني، الجاليه دي كذا، لا انا عايز اوحد كلمه المصريين كلهم في الخارج، وعايز اقول ان احنا هنعمل لجان، مثلا 10 لجان للمجلس الاستشاري دوت، لجنه الداخليه، لجنه الجوازات، لجنه الاسكان، وكل الناس اللي مهتميه حول العالم، مش هيطلعوا 500 واحد يعني، اللي هم مهتمين فعلنا وعندهم وقت ان هم يشاركوا، نعمل في كل لجنه 50 واحد، ايه المشكله؟ ويقعدوا طول السنه يناقشوا في مشاكل المصريين في الخارج، والله احنا عندنا مشاكل في نقل الجسامين، عندنا مشاكل في الشحن، عندنا مشاكل في الاستثمار، كل لجنه تناقش براحتها خالص، وفي الاخر يطلعوا بالنتائج، ويطلعوا بالنتائج ديت ويقدموها لوزاره الخارجيه. والله يا جماعة احنا قعدنا واتكلمنا وشفنا ان الحاجات دي هي اللي احنا شايفين دي مشاكلنا وحلولها كذا، والقرار هيطلع من الخارجية مش هيطلع من المصريين في الخارج، لكن احنا بنساعد يعني الغرض من المجلس الاستشاري ان هو يساهم في اتخاذ القرار. طيب خليني اخد مع حضرتك برضو فكرة عن انطباع المصريين في الخارج على المبادرات الكتيرة اللي كانت بتقدم واللي بتقدم ما زالت عن تعزيز العلاقات وتوطيد العلاقات والصلات ما بين مصر والمصريين. والله شوفي حضرتك، يعني هي طبعا انا مش عايزين نختلف ان هدف وزارة الهجرة كان هو هدف التواصل مع المصريين في الخارج وجذب استثمارات المصريين في الخارج وتقديم الخدمات لهم، ولكن كل مسؤول بيشتغل على حسب الإمكانيات اللي عنده وحسب المعلومات المتوفرة ليه. قد يكون، وده كان من أحد النقاط اللي أنا قلت، يعني الخارجية أدرى بمشاكل المصريين من الهجرة، لأن هم موجودين أوريدي في كل البلاد العالم. وأنا كنت قلت إن المبادرات هدفها في الأول والأخير هو مساعدة مصر. يعني لو هناخد مثل بسيط جدا، مبادرة السيارات. مبادرة السيارات أول ما طلعت أنا تاني يوم كتبت إن هذه المبادرة لن تحقق الهدف من إطلاقها. ليه؟ لأن هو الهدف إن إحنا عايزين نساعد مصر في وقت قصير جدا إن إحنا نجمع مبلغ مثلا 10 مليار أو 15 مليار، لأن كان وقتها كانت الأموال الساخنة كانت خرجت من مصر وعملت لنا دروب. فدي فكرة حلوة جدا للمصريين في الخارج، تعمل له مبادرة، ابتدي ادفع الديبوزيت للعربية بتاعتك وهنشيل من عليك الرسوم، مبادرة جميلة جدا. لكن انا كان اعتراضي ان احنا ما نعملهاش 3 اشهر، لكن نخليها مفتوحه طول السنه،
ليه؟ وانا ما زلت بطالب رئيس الجمهوريه يا ريت، وان شاء الله هنتكلم مع الخارجيه في الموضوع دوت، ان احنا نتقدم بمشروع ان هو استدامه من حق المصري في الخارج ان هو يدخل عربيه في السنه بدون جمارك. لو اتعملت ديت، لان المبادره ما تتعمل في 3 أشهر بس، هو ده دليل عن عدم ادراك طبيعه المصريين في الخارج. المصري في الخارج بيحوش فلوسه في مصر، مش بيحوشها عنده في البلد اللي هو بيشتغل فيها، يعني بيحوله دايما لمصر. فتحوشته في مصر، لما انت تقول له انا عايز في 3 شهور تشتري او تدفع 10,000 دولار، طب ما هو تحوشته في مصر، ولو هو دفع من مصر فانت ما حليتيش المشكله، لان انت عايز الدولار يجي من بره مصر. فهو ده اللي انا قلت عليه، المبادره مش هتحقق الهدف، لكن هو لو سابها مفتوحه تاكدي ان هيخش اكتر من 10 مليار طول السنه. هنستفيد بيها ان شاء الله. فده الهدف، ان انا بقول نخلي القانون ده مستديم، ما نعملهاش مبادره 3 أشهر. وفعلا هم بعد انا ما كتبت الكلام ده ابتدوا يراجعوا نفسهم في المبادره وعدلوها مرتين بعد كده. لكن انا ما زلت بقول لا، احنا عايزين المبادره دي تبقى دائمه، تطلع بيها قانون دائم من رئيس الجمهوريه، من حق المصري في الخارج ان هو يدخل عربيه، بس ممكن نفتح الباب ان هو في خلال سنه او سنتين ادفعوا اللي هي الفلوس المبدئيه للحجز. ده ممكن نعملها، ودي هتدر عائد اكبر من الـ من الـ حضرتك من الفتره 3 أشهر. حضرتك يعني في وسط ما تحدثت قلت ان المصري بيحوش فلوسه في مصر، وهذا طبعا صحيح حقيقي. عايزين ناكد على انه الفتره القادمه نتمنى انه تحويلات المصريين في الخارج ترجع تصل الى المستوى اللي كان معتاد عليه سابقا، ونشوف الدور بقى اللي بيقوم به المصريين اللي في الخارج، اللي دايما بقول هم واخدين مصر في قلبهم كده وفي شنطة السفر، في دعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. أنا بأكد لحضرتك إن ده بالفعل تم إمتى؟ يوم ما الدولة قررت ورفعت سعر الدولار الصرف طبعًا إلى طبعًا 49 جنيه طبعًا. هو ما كناش يعني أنا برضو خلينا صراحة شوية، وأنا مصري في الخارج، يعني كان المصري اللي بيشتغل في الخارج بيتعب وبيشقى وعايز أعلى سعر للعملة بتاعته عشان يفيد أهله ويفيد بلده. لكن لما يلاقي إن في سوق موازي بيديله 70 طبعًا مفهوم طبعًا، فطبعًا طبعًا محدش يلوم لا هو لا لوم، لكن بنستمر دايمًا درجة التواصل طبعًا. يعني معلش حضرتك، هو لا ما تلومش المصري في الخارج في الفترة ديت، ولا تلومه في وطنيته، بالتأكيد إن ملوش علاقة بالوطنية، هي كان موضوع اقتصادي بحت، والدولة تداركت الأمر الحمد لله وتحل طبعا وعملت السعر اتعدل. وأنا بقول لحضرتك أنا واحد من المصريين في الخارج، أنا بغير في البنك لأن أنا أضمني اللي أنا غير في البنك، وثق حضرتك إن إحنا بنشجع الناس إنهم يغيروا في البنك، لأن كمان في خطورة تانية للتغيير خارج البنك، إن في بعض الناس من ضعاف النفوس بيستغلوا المواضيع ديت وبيحولوا للناس بمبلغ 60 أو 70 بس بيديله فلوس مزورة. طب ما أنت ضاعت فلوسك كلها بالزبط. لكن البنك عمره ما هيديك فلوس مزورة. دكتور هشام، أنا اتشرفت جدا بوجود حضرتك، وأتمنى إن أي مرة تكون حضرتك فيها في زيارة لمصر يكون لينا لقاء في الاستوديو، نتكلم عن ملفات كتيره تخص المصريين في الخارج. بشكر حضرتك جدا دكتور هشام فريد. يشرفني يا فندم، شكرا ليكي. شكرا دكتور هشام فريد، خبير الزراعه البيولوجيه بهولندا والامين العام لائتلاف الجاليات المصريه في اوروبا. طيب، وزير الكهرباء عقد اجتماع، دكتور محمود عصمت، اجتماع مع نائبته المهندسه صباح مشالي للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وفقا للجدول الزمني المحدد. وأكد أنه جاري التنسيق مع كل الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطي الأزمة وتأمين التغذية الكهربائية وفقا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، مشيرا إلى أنه جاري العمل حاليا على الإسراع في دخول قدرات من الطاقة المتجددة على الشبكة الموحدة. البنك المركزي أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.3 مليار دولار خلال شهر يونيو، ووصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 46.383.9 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي،
وكان صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر قد ارتفع بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ في إبريل 2024 نحو 41.57 مليار دولار. طبعا دي يعني أخبار جيدة جدا. وزارة العمل أعلنت أن مديرية العمل بأسيوط سلمت 12 عقد عمل جديد لشباب وفتيات من ذوي الهمم وذويهم من أبناء المحافظة، وذلك لاستيفاء النسب المقررة قانونا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العامة بالمحافظة. مزيد من الاهتمام بأصحاب الهمم أمر شديد يعني الإيجابية. حركة فتح بتقول أنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في حرب استنزاف بغزة. أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أنه ليس من مصلحة قوات الاحتلال الإسرائيلية الدخول في حرب استنزاف بقطاع غزة بالرغم من حجم الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني، لكنها لن تكون حرب سهلة عليهم داخل القطاع. قال دولة أن حركة حماس وحكومة نتنياهو ترغبان في الوصول إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار، فحكومة الاحتلال تريد تحرير أي عدد من الأسرى من خلال هذا الاتفاق، خاصة بعد انتهاء ما أسمته بالمرحلة الثانية من العنوان على من العدوان على قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يتبقى في القطاع أي أهداف بعد وصول قوات الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على كامل قطاع غزة. الحقيقة كالعادة مصر بتقوم بدورها المحوري في هذا الأمر. القاهرة بتجري مشاورات مع حماس وبتعمل حالات من الضغط الشديدة جدا. في وفد إسرائيلي بيتجه إلى القاهرة، في وفد أمريكي بيتجه إلى القاهرة، ويليام بيرز متجه إلى المنطقة أيضا لمناقشة فكرة الهدنة. مقترح اللي قدمته حماس الأسبوع الماضي بيتم دراسته. الإعلام الإسرائيلي بيتحدث على أنه الموساد بيقول أنه دي فرصة ذهبية لو تم قبول مقترح حماس. رويتر بتقول أنه مقترح حماس ممكن ينهي الحرب. حتى المعارضة بتطالب وقف إطلاق النار في غزة. هنشوف بقى نتنياهو هيصل لأي قرار بعد كل هذه الضغوط وبعد المظاهرات الموجودة في الشارع اللي بتمثل أيضا عنصر ضغط عليه، وهنشوف ما ستسفر عنه. أكيد البرنامج يتابع مع حضراتكم ما سيسفر عنه من زيارات الوفد الإسرائيلي والأمريكي وتطور المناقشات حول موضوع الهدنة. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تؤوي ألاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين. استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم، مشددة على ضرورة التوصل لإيقاف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل. وزير الرياضة قال أنه في تأليف لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت. قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف مصلحي تأليف لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت. وأضاف الوزير أن اللجنة تضم مستشارين من القضاء على درجات عالية من المستوى القضائي، و بحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل بشكل عاجل، وهناك تتبع للرأي العام بكل مستجد وبشكل منظم. طيب خلوني أنهي الأخبار بالخبر ده اللي هياخدني لصورة وتعليق. شاب حضراتكم عارفين، شاب 31 سنة، يعني شاب مقبل على الحياة، عنده أحلام عايز يحققها، عنده طموحات مخطط نفسه يشوفها بتحصل في حياته، عنده أسرة
هو كل أملها وكل حياتها، شاب مهذب متربي على خلق، وديع لطيف محبوب، عنده أم ما تتحملش عليه الهوى زيها زي أي أم. هذا الشاب من مارس الماضي سقط وقلبه توقف لمدة 90 دقيقة، تم نقله للمستشفى محاولة إنعاش قلبه، دخل بسبب هذه الفترة اللي توقف فيها قلبه حصل تلف في بعض الأجهزة، دخل في غيبوبة لعدد من الأيام. ربنا أراد أنه يعود إلى الحياة. بتحدث طبعا عن لاعب منتخب مصر ولاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت. المباراة اللي سقط فيها كانت مباراة مودرن فيوتشر مع الاتحاد السكندري، وعاد إلى الحياة. طبيب المعالج كان شايف أن حالته كويسة وشايف أنه ما عندوش أي حاجة، وشايف متابع حالته بشكل مستمر، وشايف أن كفاءة القلب بقت كويسة، لدرجة أنه أصيب بصدمة لما بالأمس اكتشف أنه قلبه توقف لمدة ساعتين إلا ربع، ودخل في حالة تسمى أسيتول اللي هي توقف النشاط الكهربي للقلب، وفشلت كل المحاولات في إعادته للحياة هذه المرة. يظهر أنه مش كل أمراض القلب أمراض صحية. كلمت حضراتكم قبل كده عن متلازمة القلب المكسور، وقلت أنه كتير الضغط النفسي، كتير الإزاء، الخزلان، الألم بيسبب للإنسان حالة من الوجع بتصل إلى مرحلة ممكن نقول عليها القتل المعنوي. القتل المعنوي نوع من الجرائم اللي ما بيعقبش عليها القانون الوضعي للأسف، لكن بالتأكيد قانون السماء ليه حسابات أخرى، وربنا عدله يعني يشمل الجميع. أسوأ شيء في الدنيا هو القهر، أن يصل إنسان لمرحلة أنه يشعر بالقهر، بالإزاء، بالخزلان، للدرجة اللي تخليه يتألم ألم يبقى مش عارف يتعامل أو يتعايش مع هذا الألم. أحمد رفعت بعد واقعة سقوطه في المباراة اللي توقف قلبه فيها وإرادة الله أن يعود الحياة، كما لو كان عاد للحياة علشان يدق جرس إنذار، علشان ينبهنا، علشان يشاور على مشكلة، مشكلة لا تخصه فقط لكنها مشكلة تنتقل إلى مجتمع. لأنه قبل وفاته بأيام قليلة كان في حوار مع إبراهيم فايق في أحد القنوات، وتحدث وقال أنه متذكر جدا الأزمة النفسية اللي مر بيها واللي وصلته إلى أنه يحصل له اللي حصل في المباراة، وأن الطبيب المعالج مش لاقي أي تفسير للي حصل غير أنه أزمة نفسية، وقال إنها كانت ظروف شديدة القسوة ما يقدرش أي إنسان إن هو يتحملها. ولما سأله إبراهيم فايق وقال له إيه ظروف، قال له مش هقدر أتكلم، هتكلم في الوقت المناسب، لكنه قلبه انهار قبل ما يجي الوقت المناسب. حدوتة أحمد رفعت ما تخصش القائمين على الوسط الرياضي فقط ولا المهتمين بالكورة بس، هي حدوتة مجتمع، لأنه أن يصل الإزاء إلى حد أن يفقد الإنسان حياته، ده أمر محتاج وقفة، محتاج أنه لا يتم السكوت على أي إزاء، محتاج أن صاحب الحق يتكلم عن حقه ويواجه ويطالب حقه. لا يمكن أن يصمت المجتمع على إزاء، لأن ده هتكون نتيجته ضحايا آخرين يسقطوا. أي مجتمع ممكن تستقيم الحياة فيه، وممكن يكون موجود في بعض النفوس اللي بتتصور ان عندها قدرة من بعض قدرات الخالق في التحكم في مصائر الآخرين. أي استقامة لهذا المجتمع. الظلم اللي وقع على أحمد رفعت لابد أن يرد، لابد أن ترد مظلومته. صحيح هو مش هيستفيد منها شيء وهو مش موجود معانا، لكن لابد أن ترد حفاظا على سلامة المجتمع، حفاظا على استقامة الحياة، وحتى لا يتكاثر الإزاء والد ويتكاثر والد. إنك تقهر إنسان ده معناه إنك بتحاول تقهر الحياة، إنك تكون مسؤول وتقهر إنسان فإنت بتحاول تقهر مجتمع. ده فيما يخص حدوتة أحمد رفعت وما يخص المجتمع وما يخص حق المجتمع في هذه القصة. لكني عايز أقول كلمتين فيما يخص الإنسان، أتحدث عن الإنسان بشكل عام،
بعيدا عن قصة أحمد رفعت، الإنسان اللي ممكن أنه يفقد الروح الشغوفة فيفقد روحه تماما، الإنسان اللي يتعرض للقهر أو الإزاء أو الخزلان، وهم كثر في الحياة، أبطال موجودين في كل حتة في حياتنا. تحدث بشكل عام عن الناس اللي أصبحنا نعيش في وسطها في واقع مخزي، إن موجود في حياتنا ناس تحترف الإزاء، موجود في حياتنا ناس تحترف الإزاء بالكلمة أو بالفعل، موجود في حياتنا ناس مهتمة جدا بتغيير حياة الآخرين، بالعبث في نجاحات الآخرين، في تدمير الآخرين أكتر من انشغالها بنفسها، موجود في حياتنا ناس تحترف وأساتذة في تدبير المؤامرات، في ظلم الآخرين، في التأويل على الآخرين، في النميمة، في تأليف حكايات تخص السمعة، إزاءهم بأي طريقة يمكن أن تدمرهم، ممكن لمصلحتهم، عشان وظيفة، عشان مركز، عشان شهرة، عشان فلوس، عشان هم ضعاف عايزين يشوفوا اللي حواليهم ضعاف عشان يشوفوا أحسن منهم، علشان أمور كتيرة. وده ما بتكلمش فقط عن بيئة عمل، أنا بتكلم بشكل عام على الإنسانية بشكل عام، ده بيحصل في الحياة، بيحصل في العلاقات الإنسانية، العلاقات الأخوية، الصداقة، العلاقات الزوجية، في مختلف مناحي الحياة، في مختلف الأعمار، وكأن إحنا بنفقد الفطرة الإنسانية، وكأن بنفقد أي نزعة دينية. ده بالعكس، في بعض الناس دي بتطنطن بالإنسانية وتطنطن بالدين، وهي تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. بيعملوا كده ليه؟ إزاي الإنسان بيقدر يؤذي؟ إزاي بيفكر في إيه وهو بيعمل ده؟ هل بيحصل نوع من تأنيب الضمير على مدار الحياة؟ طب هل لو الضمير يتأنب، هل هذا الضمير اللي بيتأنب بيعرف يتعامل معاه، بيعرف يسكته؟ طيب هل بيصحى من النوم يقول لنفسه أنا جرحت فلان، أنا خزلت فلان، أنا كسرت خاطر فلان، أنا دمرت حياة فلان، أنا كلمت فلان بشكل تسبب له في إذا أي حاجة؟ هل بيقدر يكلم نفسه يقول لنفسه ده، ولا بينام عادي؟ طب لو بينام، بينام إزاي؟ أي شخص مؤذي بينام إزاي؟ بيفكر في إيه؟ أنا عارفة أني بقول كلام يبدو أنه هو عبثي، لكن البحث في نوازع النفس البشرية عشان نعرف خفايا الشخص المؤذي إزاي بيتصور أنه عنده من القدرة الإلهية أنه يتحكم في المصائر وفي الرزق وفي الحياة وفي السعادة بتاعة الآخرين، مع أنه الرب يفتح ولا أحد يغلق، لا أحد يستطيع أن يمنح أو يمنع إلا الله، والإنسان مجرد وسيلة في الحياة. وأقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم اللي المؤذين ما بيعرفوهوش. الأسبوع اللي فات كلمت حضراتكم عن الخزلان وقلت لكم إياكم والخزلان. الأسبوع ده أنا بكلم حضراتكم عن القهر وبقول إياكم والقهر. لا تتركوا في حياتكم ناس مقهورة ربما لا تجدوا الوقت للندم أو للاعتذار. أشوف حضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنا بنقول في المقدمة أنه الصناعة هي البنيان الأساسي الارتكازي للاقتصاد، واتكلمنا في ده وقلنا في المقدمة قد إيه الصناعة ممكن تكون قاطرة للاقتصاد وإيه اللي ممكن توفره. وعلشان ندخل في الموضوع على طول، بما أننا تحدثنا عن ده في المقدمة، هرحب مع حضراتكم بأستاذ دكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مشرفنا. أهلا بحضرتك معنا في استوديو. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. إحنا كنا هنتكلم عن مبادرة ابدأ، بس أنا عارفة أن حضرتك راجع من اجتماع مطول مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، اجتماع بينه وبين مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وبالتأكيد اجتماع ده هيكون حاجة مهمة، لأنه كلنا شفنا التصريحات النارية اللي صدرت من الفريق كامل الوزير، واللي كان من ضمنها أنه هيلغي السبت الأجازة، وأن الوزارة هتشتغل في الأسبوع، وأنه عايز إنجازات سريعة وقوية على أرض الواقع. فخلينا ناخد فكرة عن الاجتماع ده بداية. هذا الكلام مظبوط، وهقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، الاجتماع بتاع النهاردة مش كلام، كلام النهاردة
بخطوات تنفيذية. كل حاجة امتى وفين وازاي. وست الفريق كما عودنا واحنا يعني بنتعامل معاه من فترة كبيرة جدا قوي في التنفيذ، وبدأ كلامه بتوجيهات السيد الرئيس ان مفيش بد او مخرج الا الصناعة، وكلنا نتكاتف ونشتغل عليها. كان اجتماع اخذ حوالي 4 ساعات ونص، كلمنا في كل مجالات الصناعة، ما سبناش جزء. هقول حضرتك من غزل ونسيج، صناعات هندسية معدنية دوائية، حتى صناعة السينما ما سابش حاجة، وبياخد قرارات وبياخد خطوات. وهو نقدر نقول يعني، يمكن أنا ما قلتهالوش بس أقولها على الهوى، هو عدو البيروقراطية رقم واحد في مصر. وهي البيروقراطية نمرة واحد في تدمير كل منجز، عامله لنا مشاكل. والقرارات اللي بتتاخد النهاردة فعلا لأن ما لناش مخرج آخر، ما كناش هنصنع ونقلل قدر المستطاع، لأن برضو النهاردة طرحنا بدائل للخامات بدون المساس بالمواصفات عشان نقلل الجزء الدولاري في الشراء ونقدر نصدر. فأنا عشان زي ما بنحسبها دايما، ما بقولش أنا صدرت بألف دولار، أنا الأول أنا استوردت بقد إيه في الألف دولار. هو الفرق ده اللي أنا أتكلم فيه، اللي هو الأدد فاليو، ثم أنا ضفت إيه وصنعت إيه. اتكلمنا في المدارس الفنية، اتكلمنا في الطلب على نوعيات الصناعات اللي أنا محتاج فيها كوادر نطلعها، ما سبناش بند ما كلمناش فيه. أنا بشكر حضرتك إنك خصيتنا يعني ده يعتبر سبق، إن حضرتك لسه يعني ناهي الاجتماع حالا تقريبا يعني، وبشكرك كمان إنه يعني تفضلت إنك تكون موجود معنا بعد حوار 4 ساعات نقاش يعني أكيد صعب. تحت أمركم، وبنأمل إن مصر تاخد مكانتها التي تستحقها، لأن إحنا في الزمانات كان عندنا صناعة قوية جدا. أنا مش ضد أي بنود أخرى كالتجارة أو إلى بالعكس، بس الصناعة ركيزة منتهى القوة لنا وللأجيال القادمة والشباب اللي طالع ويقدر يلاقي أماكن. اتكلمنا في صناعات صغيرة، اتكلمنا في صناعات ثقيلة، وما سبناش بند، وكان بمنتهى القوة بيرد لدرجة ان بعض الزملاء اتفاجئوا انه عنده هذا القدر القوي جدا بمعلومات عن الصناعة، لان برضو الناس نسيت ان هذا الرجل كان يعني اوكل اليه العاصمة الادارية والكيان والحتة دي كلها، فعارف الصناعات وشجع ان تبقى المنتجات كلها محلية، وهو على استعداد انه يصدر بيانات وقرارات ان اي مثيل لصناعة مصرية طبعا بشروط ما يجيش مستورد مكانه، وده اللي احنا طالبينه، مش طالبين اكتر من كده. التنافس اتكلم فيه، تشجيع اتكلم فيه، حوافز للتصنيع اتكلم فيها، ما سابش بند. جمارك عايزة تنقص ايه، تمويل عايزين ايه. بقول لحضرتك انا خارج من اجتماع، يعني ما عملنا اجتماعات يعني، بس الاجتماع ده خارجين كلنا عايزين نشتغل ونتكاتف كلنا يد واحدة. اتكلمنا في صناعات كهربائية، اتكلمنا في صناعة سفن سيارات، ما سبش بند ما اشتغلش فيه. شيء جميل وشيء يدعو للتفاؤل، وده يعني حاجة تفتح النفس يعني. حتى أراضي انتوا عايزين ايه؟ ايه الدعم اللي انتوا محتاجين له؟ انا هديكوا كل اللي انتوا عايزينه. شيء جميل جدا. بتوجيه واضح وصريح.
طيب بما اننا يعني نفسنا اتفتحت كده ان احنا نتكلم في الصناعه اللي ممكن تعمله، فخلينا نتكلم عن مبادره ابدا اللي ابتدت من 2022 وحققت انجازات كتيره. خلينا نخش كده في بعض البنود اللي قامت بها المبادره، اللي منها مثلا انها كانت بتدعم المصانع المتعثره وتقدم دعم لوجستي ودعم مادي يعني مادي، و علشان تتجاوز هذه المصانع المتعثرة التعثر. خلينا نعرف ايه زي ايه، وهل في نوعية معينة يعني بنشوف مثلا دي حاجة احنا محتاجينها فندعم المصانع دي دلوقتي، يعني الآلية اللي على اساسها بيتم دعم المصانع؟ هنتكلم في شقين، الشق بتاع ابدأ واتكلم واشتغل في مع ناس كتير جدا واحنا على دراية، مش هقول اسماء، لكن في صناعة ترمبات اشتغلوا، في صناعات للحاجات الزراعية اشتغلوا، في صناعات للأجهزة المنزلية اشتغلوا. هناخد الشق التاني اللي هو مهم جدا. ايه اللي حضرتك طلباه؟ انت عايزة حاجة بجودة وسعر منافس وتصدري، لان احنا مش هنقدر نجيب دخل الا لما نصدر. طبعا. ابدأ شيء جميل جدا، عايزين كتير منه. النهاردة في حتة خطيرة جدا سيادة الفريق ابتدى بيها، انا ببتدي بالصناعات المتعثرة لازم اوقفها واشغلها طبعا، لانها في حالة عدم شغلها هي خسارة، هي بتمثل عبء. مش خسارة، هو بند كان موجود وبينتج الى انه توقف. فاسبابه ايه؟ انا هعالج الاسباب، انا مش هدعم بس فلوس، انا عايز اشوف برضو الروت كوز بتاعتها ايه عشان اقومها من تاني، والصناعات اللي موجودة نكترها نكبرها ونعمق التصنيع المحلي، عشان كل ما هنعمق التصنيع المحلي كل ما هنقلل احتياجنا للعملات من الاستيراد، وبدائل للخامات. بدائل للخامات بدون المساس بالمواصفات، وده أمر مهم جدا. بدائل بدون. طب خلينا برضو نروح لفكرة التدريب وتدريب العمالة. اتكلم فيه اتكلم في المدارس الفنية المتخصصة. كلمة المتخصصة ده طالع عشان ينتج في مثلا حاجات إلكترونية ميكاترونيكس مثلا، أو ده طالع لحاجات في الدواء، ده طالع يشتغل في الغزل والنسيج، ده طالع يشتغل في كذا. من ضمن الحاجات برضو اللي قالها ياريت نبقى شايفين هيتعينوا فين عندنا، والنموذج ده اتعمل السنة اللي فاتت، بالإضافة إلى أن الشباب اللي طلع من المدارس الفنية المتخصصة اتخذ كتير منه برا، كتير برا مصر. وأمر مشجع لأنه مفيش مانع، ليه لأ، ما يروح ويكافح ويشتغل ويا رب يكسب ويرجع. اتكلمنا برضو في الصناعات المغذية، الصناعات الصغيرة جدا طبعا، الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر دي، صناعات السيارات. عندي حضرتك ايه الصناعات اللي تقدر تشتغل فيها؟ صناعات مغذية كلها. المدارس الفنية المتخصصة اللي من النوع ده امر، لما الاهالي بتبقى عارفة انه هيتعلم تعليم جيد وهيشتغل وهيلاقي شغل بعد كده، ده ربما يكون امر محفز انه الاعداد تزيد عليها، ونروح لنوع التعليم اللي الدوله فعلا محتاجاه اكتر من طبعا يعني التعليم انواع التانية موجوده. لازم نغير فكرنا في الفكرة. نغير فكرنا شويه، لازم الفكر يتغير. انا محتاج ده ومحتاج ده، محتاج المهندس ومحتاج الفني ومحتاج العامل، لقى الشغل وفتح بيت وعنده حياة جيدة، هو في ايه احسن من كده؟ فلأن ما مش هقدر اقول كل الناس اطباء، ودزت مين؟ كل الناس مهندسين. المجتمع محتاج يتكامل بانواع مختلفة، محتاجين التكامل زي ما اتكلمنا زمان في الاعمار وفي السن. الكبير بناخد خبرته، المتوسط بيقول له هتكبر وهتاخد مكانه وهتشتغل، والصغير اللي طالع، والتسلسل تشتغل والدنيا تشتغل. ومش هنعيد ونكرر رايحين فين بالصناعة، لأن من غير صناعة الموقف صعب.
صعب. قد ايه، خلينا نوضح برضو للناس قد ايه الصناعة ممكن تعمل طفرة، مش عايز اقول تغير، تعمل طفرة في الاقتصاد المصري، عايز استخدم تعبير. هقول لحضرتك حاجة بسيطة، احنا ممكن نستغل عندنا مثلا عالميا، عالميا على مستوى الدنيا الكوتا في الغزل والنسيج بتختلف اليومين دول، لازم نخش ناخد منها جزء. ما ننساش ان احنا في اقتصاد مصر في الاربعينات والخمسينات غزل ونسيج طبعا، اسمده طبعا، صناعه زجاج. نكمل الفرصه النهارده ان هيبتدوا يعيدوا الكوتات في الغزل والنسيج. احنا كنا من الناس المتقدمه طبعاً جدا في هذا المجال، مركز متقدم في بلاد نجحت، مش معنى ذلك ان احنا نتفرج عليهم، والتنافس هيساعد اكتر والجوده هتساعد اكتر. وعلى فكره عشان بس اطمن الناس، في براندات عالميه بتتصنع في مصر. لسه كنت بقول في المقدمه بتاعت الحلقه انه براندات عالميه بنسافر احنا زي الشطار نشتريها من بره وهي ميد ان ايجيبت عادي. وحصلت لي بس احنا عندنا العقده بتاعت يعني الناس تسافر تروح لحد امريكا وتبقى فرحانه قوي انها جابت حاجه من هناك مكتوب عليها ميد ان تشاينا، وبعدين تستغرب انه تلاقي ميد ان ايجيبت في دول تانية، يعني لمجرد انه ما عندناش الثقه. طبعا ما عندناش الثقه، اشترينا حاجات وطلعت ميد ان ايجيبت كنا فرحانين بيها جدا، كواليتي رائعه وطلعت ميد ان ايجيبت، وليه لا. طيب خليني بما ان اتكلمنا في ده، لان ده موضوع انا عندي احساس انه مهم جدا، لانه الدولة بتعمل هذا المجهود، احنا المستهلك، احنا فئتين، فئة العامل والمصنع اللي شغال اللي لازم يشتغل بضمير كبير جدا عشان يعمل منتج جيد قدر على المنافسة، واحنا المستهلك اللي مازال ما عندناش الثقة الكافية في صنع في مصر. احنا لازم يكون عندنا ده كواجب وطني. يعني كنت بقول حتى في مقدمه الحلقه اننا في حاله حرب. اسمحي لي انا اللي اسال حضرتك، انهي اجهزه كهربائيه اشتريتيها النهارده من اللي بتتصنع في مصر؟ على فكره انا مش بعمل اعلان، لكن عندك شاشات تلفزيونيه بتصنع في مصر وبتصدر في جميع انحاء العالم، متميزه جدا. قولي لي الغسالات لو حضرتك بتشتريها، المروحه بس كواليتي، ايه اللي مزعلك فيها؟ الاير كونديشن، ايه الافران؟ يا فندم احنا سعداء بالمنتج وبنسعد ان احنا نقول صناعه مصريه. وانا النهارده التزمت مع سياده الفريق ان في صناعات هنرفع فيها الادد فاليو الى ما يقرب من 75% إلى 80% خلال سنة. ممكن نشرح للناس يعني ايه نرفع في الصناعات الادد فاليو او القيمة؟ هقول لحضرتك حاجة، هناخد صناعة وات ايفر از الصناعة دي، لو هي صناعة كهربائية بتعتمد على ثلاث حاجات، النو هاو بتاع المنتج، بعد كده بنتكلم في خامات. اوكي، النو هاو اشتريته اللي هو ازاي بيتعمل هذا المنتج، خلاص ابتديت بقى اشوف الخامات، البدائل اللي في مصر، ايه اللي اقدر استخدمه وايه اللي هقدر اعمله، وبالتالي بزود بقى من مثلا كنت بجيب شبه اجزاء واجمعها، ودي صناعه انا يعني في البدايه استحملها، لكن ما بقاش بعد دلوقتي كذا سنه عايز اعمل بقى. يعني ما ينفعش ان انا اكون بشتغل في صناعات كهربائيه بقالي 40 سنة وأقول النهاردة لسه هاخد أجزاء أجمع، ده سوري ده أي حد يعملها، لكن لازم يبقى فيه الأدد فاليو، وأكبر الأدد فاليو بتاعتها بخامات موجودة في مصر. حتى التعدين، يعني شوفي احنا وصلنا لإيه في النقاش النهاردة في الأربع ساعات ونص، حتى التعدين دخل فيه بكل ما احنا بنتكلم فيه، ألومنيوم، حديد، منجنيز، فوسفات، كل حاجة تطرقنا إليه بمنتهى الشفافية ودغري زي ما بيقولوا على الترابيزة عشان يتخذ قرار. اللي حضرتك بتقوله ده مردوده إيه؟ إن أنا بستخدم أكتر منتج محلي،
من غير ما أثر على الجودة زي ما حضرتك قلت. تمام. أنا بدل ما أستورد مثلا، لا ما قصدي مردوده إيه يعود على الاقتصاد أو على توفير العملة أو على أول حاجة هيوفر جزء كبير من العملة. تاني حاجة لما هتصدريه حتى أدخلي عائد أكبر. يعني لسه بقول لحضرتك أنا صدرت بألف دولار، في الألف دولار طبعا اشتريت خامات من بره بقد إيه؟ لو اشتريت بخمسين ستين في المية 600 دولار، لما وصلتها باستخدام خامات بديلة متوفرة في مصر ونزلت للأربعين بقى الفرق 60 العكس. واخد بال حضرتك؟ بدل ما أنا 60-40 بقيت 40-60 ونكمل على كده. خلينا ننتقل برضو لموضوع مهم أعتقد أكيد اتكلمتوا فيه، وهو الاستثمارات وجذب الاستثمارات والقطاع الخاص، وقد كده الدولة مهتمة بتولي اهتمام كبير جدا دلوقتي أن القطاع الخاص يكون يعني متواجد بقوة خاصة في مجال الصناعة واستثمار أجنبي. واستثمار، أنا قلت جذب الاستثمارات الخارجية في الأول، اتكلمنا في الاستثمار الأجنبي ليه؟ هو بس الاستثمار الأجنبي طالب حاجة واحدة، أن يكون التشريعات مستقرة. يعني الأجنبي لما بيجي وعايز يشتغل في بلد أيا كانت هذه البلد، عايز يعمل لنفسه بلان واستراتيجي هيشتغل عليها السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. لما بيلاقي ويفز أبس أند داونز بيقولك أنا مش عارف أضبط نفسي إزاي في الاستراتيجي اللي أنا كنت حاططها مع دراسة الجدوى مع الحاجات دي. حتى دي تطرقنا إليها، ولازم تبقى في حاجات في التشريعات ثابتة لفترات عشان يشتغل عليها. في حاجات اتقدمت دون أن نشعر، الطرق اللي اتعملت طبعا، المواني اللي اتعملت دي كلها سهلت للمستثمر أنه يجي ويستثمر. الأول كان بيصنع حاجة عشان يبعتها من مصنعه إلى الميناء أو إلى المطار أو إلى آخره. مسألة صعبة طبعا، يعني لنا الوقت. يعني الأول كنا بنبعت حاجات مثلا للصعيد كانت تاخد أيام، النهاردة اللي بيطلع الصبح بالتراك بيوصل آخر النهار أو في متوسط النهار ويقدر يرد تاني ويقدر يشتغل. حاجات تانية برضو اتكلمنا فيها، تجميع صناعات معينة في حتة معينة. ليه؟ عشان نوفر النقل رايح جاي، اللي هي الصناعات المكملة لبعضها مثلا، ولا ممكن ولا مثلا صناعة ألمونيوم نحطها في حتة، صناعات مرتبطة بحديد نحطها في حتة. احنا كلام في كل حاجة، حتى الصناعات اليدوية البسيطة للأسر المنتجة طبعا. بقول لحضرتك انه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر دي امر شديد الأهمية. ده بالعكس، ده ياريت في كل بيت. احنا اتكلمنا في الشغل اللي بيتعمل في البيوت وكيفية تسويقه وكيفية استغلاله وتشغيله. الشغل اللي بيتعمل في البيوت طبعا، ما بنتكلم very open، ما فيش موضوع ما. نعم، ما فيش موضوع ما سبناهش. هنسيب ليه؟ احنا قاعدين قاعدة عشان نطلع زي ما بيقولوا رود ماب للمستقبل ونشتغل عليه، والاستراتيجي نشتغل عليها فورا، وحاجات هتبقى محددة بمواعيد نشتغل عليها. الحاجة التانية والمهمة جدا انه سيادته في اخر الكلام قال لك انا مش هسيبكم، الاسبوع الجاي في متابعة والاسبوع اللي بعديه في متابعة، وهجتمع بالغرف الصناعية كلها وهجتمع بكل الناس. اتكلمنا في الطباعة، اتكلمنا في التغليف، اتكلمنا في الكان اللي جاي وبتشتريه من بره في بعض الحاجات عشان مش موجود في مصر، هيتصنع في مصر. بالتأكيد اتكلمتوا كمان في 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 توطين بعض الصناعات الأساسية المهمة والأولويات بتاعتها، يعني ايه اللي يبقى الأول. واكيد اتكلمتوا برضو في التكنولوجيا، التطور التكنولوجي. التكنولوجي is very important عشان تقدري تنافسي بره، يعني لو ما اشتغلتيش على ليتست تكنولوجي مش هقدر انافس قدام السوق. لا، هيشتريها منك ليه؟ انت حضرتك يعني احنا بنتكلم النهارده، من سنتين كنا بنقول 3 جي هيبقى 4 جي، النهارده بنتكلم على 5 جي، بكره في ايه؟ طيب انت هتقولي له لا انا هنتج لك 3 جي؟ لا مينينجلس.
أخده منك ليه؟ فأكيد التطور التكنولوجي أمر مهم للمنافسة يعني. طب خليه برضو أتطرق هل اتكلمتوا في بعض صناعات جديدة طبعاً. لأول يعني تعتبر طبعاً. جديدة على السوق المصري أو أنا جديدة لسه قايل لحضرتك مثلاً الباكينج بتاع الألبان والحاجات دي هي اللي بتستورد واتكلمنا فيها، ده مثال يعني بس حاجات كثيرة، لأنه الصناعات الجديدة ممكن تغنينا عن بعض الحاجات اللي احنا كنا بنستوردها. أبسلوتي طبعا من غير نقاش. متوقع حضرتك انه بعد هذا الاجتماع العاصف انه ايه اللي ممكن يتحقق على أرض الواقع في أقرب مرحلة؟ بالدفعة اللي اتحطت النهاردة على الترابيزة يهيأ لي ان احنا بقى عندنا دور بقى يعني احنا بقى كمصنعين وكشعب علينا دور كبير جدا في الحاجات دي، زي ما حضرتك تفضلتي تثق في المنتج بتاعي وانا اذا كان المنتج المنافس ليه بديكي سنة جارانتي انا اديكي سنتين. نمرة اتنين انا بقى ابتدي اشتغل، انا طلبت حاجات من الحكومة او من الوزارة هتنفذها لي، انا ليا دور بقى ابتدي اجري واشتغل. ايه التحديات اللي حضرتك بتشوف انها موجودة قدام الصناعة في مصر؟ طبعا بالشكل اللي حضرتك بتتكلم بيه ده انه يعني هنواجه يعني هنتغلب. انا عايز انزل تحت شوية. الشريحة اللي فوق كلها عايزة تجري وتشتغل. انا بقى كموظف في الليفل التاني او التالت او الرابع اسهل. انا ما يعني انا ما بقولش هيغلط وما بقولوش يفوت لكن يسهل يعني بلاش تعقيدات. لو انا داخل له بورقه يقول لي ايش غلط امشي، لا يا فندم اعمل واحد اتنين تلاته واخلصها لك، اعملها لي بكره وانا اعملها لك. ده الدور بقى التاني طبعا. انا دوري كمصنع اجري، الدور بقى بتاع البيروقراطيه اللي احنا كلنا بنشتكي منها. وبعدين في حته مهمه جدا، ما يبقاش شكوى عامة، شكوى محددة. أنا طلبت الشيء الفلاني عايزه يتعمل وعايزه يتعمل في خلال قد كده. وصل لمرحلة في اتخاذ قرار وكان قاعد كل المسؤولين عن الجهات التنفيذية 48 ساعة ما ردتش عليه، يعتبر من تاريخ الاستلام يشتغل. بعد كده بقى تقول أصله ما نفذته، أنت اللي ما اعتمدتلوش. اول مره اسمعها في اجتماع. طبعا ده برضو قالوا انت 48 ساعه حكايه السبت والحاجات دي كلها عشان يجري يلحق الوقت الدنيا اللي بره يقدر ينفذ فيه وبسرعه. لان انا شايف ان في حاجات مردودها هيجي في خلال 8 شهور وفي حاجات خلال سنه، وطبعا في حاجات بقى بتاخد سايكل تايم اكبر شويه. الحقيقه يعني انا سعيدة جدا باللقاء مع حضرتك ولأنه كمان حطينا في حالة من التفاؤل والإحساس بأنه الخطوات اللي بلدنا وعايزين نجري عليها. حلو قوي التعبير ده، عايزين نجري عليها زي ما الأم بتجري على أولادها كده، بلدنا وعايزين نجري عليها، بلدنا ولازم نجري عليها. أنا بشكر حضرتك على التعبير، مش لاقي أفضل من كده أختم بيه. بشكر حضرتك جدا دكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على وجودك وعلى وقتك. شكرا يا فندم. أشكرك، كل سنة طيبين يا فندم. مشاهدينا كالعادة الوقت معكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم يوم الأحد.